السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. حنا في الرياض في مخرج 17، في محلات هنا خاصة بالأدوات المستخدمة، ممكن أنك تشتريها وتستفيد منها بدلا من أن تشتري معدات للمزرعة جديدة. ندوج حنا وياكم إن شاء الله اليوم ونشوف وش نحصل. حياكم الله، لا زلنا نبحث بس ان شاء الله ان اقتربنا. الشارع اللي احنا فيه هذا اللي فيه الابراج هذا اسمه شارع ابن العميد، لا يكون ولد ابو زاهر، ما تدري. هذا العوجان للمرطبات، راح نستمر نواصل للامام. وصلنا للموقع الأول، راح نشوف ايش عندهم. بسم الله ما شاء الله، جميع أنواع المعدات، كل شيء موجود. عاد نشوف أسعارهم ان شاء الله، مكاينهم ومعداتهم. ما شاء الله تبارك الله، حقين اللحام تلحمون، اي قطعة يعني تشتري من هنا اوفر، بس لابد انك تكون فاهم، تعرف مراوح. حقيقة انه الاسعار غالبا لانها مستخدمة يعني جيد الواحد يوصل لها، لكن اذا انت فاهم ما تاخذ شيء وانت ما تدري وشو. مواطير، دينموات، ما شاء الله. روافع، عفريتة سيارة، هذه المكانس اللي راسها حديد صنفرون فيها وينظفون. ما شاء الله، والله يا جماعة عندهم معدات كثيرة كلها مستخدمة الغالب فيما يظهر لي والله أعلم، ولكن أوفر. ولازل تأكد إن كانك تعرف الاستخدام وتجيد الفحص، ولا تجيب معك ميكانيكي هو الأفضل، لأن ممكن تلقى هنا أشياء يعني بربع قيمتها أو بنصف قيمتها، لكن تعطيك مجال، خصوصا الناس اللي عندهم شغلة كبيرة يعني. فالمعدات المستخدمة الجيدة اللي ما تتلف يعني زي القطع هذه. ما شاء الله تبارك الله، لازم مع الزراعة ناخذ دورة في المعدات. سلاسل يا الله، رحمتك يا رحمن يا رحيم. شايفين السلسلة كيف؟ مولدات هنا بكثرة، دينموات هذه أشكال وأنواع. طبعا بلا شك أنه الجديد أفضل وأحسن، ولكنه أغلى. ما شاء الله، هذا في نهاية شارع ابن العميد بعد ما تعدي العجال المرطبات وكذا،
انا اخذت الموقع من شخص الله ما ادري الظاهر اسمه فني او كذا، شفته على اليوتيوب، فقلت اجي ادور لي هنا مكبس اعلاف لو لقيت مستخدم راح يكون جيد، او انه على الاقل استعين بعد الله سبحانه وتعالى بعض المعدات من هنا علشان اعمل مكبس الاعلاف. اهل المعدات هم اللي راح يستفيدون صراحة زيارة المواقع هذه، الناس الحرفيين يعني هم يستفيدون كثيرا. شوف ما شاء الله اللوناش هذه السلاسل، عاد الان جاي مطر وبعدين يغطون اغراضهم ان شاء الله. الله هذه حقت اوناش كبير الظاهر، يا الله انا اول مرة في حياتي اشوف هذا، بالعادة نذكر انه صغير مقاس ولادي، هذا اكس 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 لارج. الظاهر ان الكرينات الكبيرة تحمل فيها. ما شاء الله تبارك الله، هذه رؤوس شواكيش. فكات. وعندهم قطط ايضا ما شاء الله، تشوفون الفك هذا، دخل يدي داخل الفك ما شاء الله من الكبر والحجم. وهذه المعتادات الصغيرة. هذا الصاروخ اللي يقص اوتوماتيك، تجلسه كذا ويقص. انا اذكر اني شريته جديد، لو كنت اعلم عن هذا المحل كان ممكن اني اخذه من هنا. وهذا اكبر منه، هذه الريش حقت الصاروخ. هذه الظاهر روافع تحرك باليد عشان تحرك السلسلة هذه وترفعه. ريش دريل ما شاء الله، هذا مصلى يصلون فيه، الله يقبل منا ومنهم. ما شاء الله تبارك الله. يا الله هذه معدات كبيرة لأهل المعدات، سلالم، خذ لك أي سلم. الله يا ولد معدات هنا ما شاء الله، إنهم مصبحينهم جايينهم الصبح. ما شاء الله شنطة عدة هذه.